أنا اسمي سارة أحمد أبو صوفة، عمري 23 سنة، تخرجت علم اجتماع من الجامعة الأردنية. أما عن تجربتي مع B.O.T هي كانت تجربة كتير منيحة وفعلياً غيرت كتير بقدراتي وبشخصيتي. طبعاً أنا اشتغلت على تقريباً 8 مشاريع بالB.O.T ومن هدول المشاريع اشتغلت مع مشاريع مع B.B.W.A مع N.R.C مع D.N.A ومع مؤسسة الملك حسين.